نفرض يا مس، أنا عندي 10 أجهزة عندي بالمختبر، تمام؟ حكيت لكم بدنا نطبع، تمام؟ هلأ أنا من المنطقي أروح أجيب 10 طابعات وكل جهاز أشبك عليه طابعة؟ هلأ أول شي رح يكلفني، وتاني إشي أنا مش بحاجة إني يصير دي عندي المحل بالطابعات اللي رح أحطها، يعني بصير في عندي أنا تكلفة زيادة، تمام؟ فأنا ليش ما أوفرها على حالي؟ شو بعمل؟ بجيب برينتر وحدة وبشبكها على هدول ال10 أجهزة عن طريق خطوط اتصال، تمام؟ فبيصير أي حدا بده يطبع على أي جهاز كان موجود من هدول ال10 بيعمل أمر البرنت وبيطبع على نفس الطابعة. هلأ البرمجيات مثلا أنا بجيب مثلا بشتري برنامج معين وبنزله على كافة الأجهزة، تمام؟ يعني الأجهزة بتشاركوا بالبرمجيات بغض النظر أنا عندي مايكروسوفت أوفيس، إكسل، باوربوينت، أنا شو البرنامج اللي بنزله أنا بقدر أعمل له شيرينج، مشاركة، تمام؟ على كافة الأجهزة الموجودين بشبكة الحاسوب، تمام؟ إذا شبكة الحاسوب حكينا مجموعة من الحواسيب لازم يكون 2 فأكثر، جهاز واحد ما بسوي لي شبكة، تمام؟ بيعتبر جهاز شخصي، بيرتبطوا مع بعضهم البعض عن طريق إيش؟ خطوط اتصال. شو الهدف منها؟ نقل البيانات والمشاركة في المعدات، تمام؟ لما نيجي نحكي على مفهوم إنترنت، هي عبارة عن شبكة تصل بين مجموعة هائلة من شبكات الحاسوب، تمام؟ هلا نفرض أنا في عندي شبكة حاسوب بالمدرسة، تمام؟ في شبكة حاسوب مثلا بمدرسة لاتين الفحيص، في شبكة حاسوب مثلا في لاتين مادبة، تمام؟ هلا أنا هدول عبارة عن شبكات، وهدول لاحظوا الشبكات متباعدين جغرافيا، واحدة بمادبة واحدة بالفحص وواحدة بناعور، تمام؟ أنا كيف بدي أشبك هدول الشبكات مع بعض بالفحص وبمادبة وبناعور؟ عن طريق الإنترنت. هل ضمنيا أروح أجيب سلك من مادبة أمده لناعور عشان أربط ناعور مع الفحص؟ لا، ناعور مع مادبة عفوا، وأجيب من الفحص سلك وأربطه مع ناعور، طب السلك ممكن يخرب وما بزبط، صح ولا لا؟ فأنا الهدف منه إيش أعمل؟ استخدم الانترنت عشان اربط هاي الشبكات الهائله حول العالم، تمام؟ اذا ميزنا بين مفهوم الانترنت وبين مفهوم شبكه الحاسوب. استخدام الانترنت سهل علينا، او شو الفائده منه؟ انه تم التغلب على التباعد الجغرافي والمسافات بين الدول والمجتمعات والافراد. اذا شو فائده استخدام الانترنت؟ انه من خلال استخدام الانترنت تم التغلب على التباعد الجغرافي والمسافات بين الدول والمجتمعات والأفراد، تمام؟ هلا ليش تم يامس التغلب على التباعد الجغرافي؟ يعني فسر لي لما أجي أحكي لك من فوائد الإنترنت التغلب على التباعد الجغرافي والمسافات بين الدول والمجتمعات والأفراد، لأن السرعة الهائلة في نقل المعلومات من طرف لآخر خلت يعني خلى له دور إني أتغلب على المسافة. هلا زمان لما كانوا بدهم مثلاً إلك أخت أو أخ أو أهلك برا ساكنين أو أبوك برا عم بيشتغل، زمان كيف كانوا يتراسلوا؟ عن طريق البريد، صح؟ يكتب رسالة وبوديها على البريد وبتوصل بعد أسبوع بعد شهر الله أعلم، صح ولا لا؟ لكن حاليا عن طريق السمارت فونز، عن طريق الابليكيشنز النازلين عندنا، السوشيال ميديا، صح ولا لا؟ خلى التواصل كتير سهل، يعني أنت بإمكانك تحكي مع والدك مثلا المسافر برا صوت وصورة، صح ولا لا؟ وبأي وقت بدك إياه، صح؟ وإمتى ما بدك تقدر ترن عليه وتحكي معاه. إذا بسبب السرعة الهائلة في نقل المعلومات من طرف لآخر تم التغلب على التباعد الجغرافي والمسافات بين الدول والمجتمعات والأفراد، تمام؟ نيجي نحكي يا مثلا عن خدمات الإنترنت، تمام؟ بدنا نحكي عن خدمات الإنترنت. أول خدمة من خدمات الإنترنت هي خدمة الاتصال، تمام؟ بتوفر شبكة الإنترنت خدمات اتصال متعددة، تمام؟ أول إشي عندنا البريد الإلكتروني، وتاني إشي عندنا المحادثة، تمام؟ البريد الإلكتروني هو الإيميل والمحادثة هي التشاتينج، أوكي؟ هلأ إذا نحكي يا مس عن الاتصال، تمام؟ أول إشي عن البريد الإلكتروني الإيميل، تمام؟ شو يعني إيميل أو شو يعني بريد إلكتروني؟ هي عبارة عن خدمة تبادل الرسائل الإلكترونية والملفات والصور والفيديو عن طريق إرسالها من المرسل إلى شخص أو أكثر، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني المرسل إليه. إذا هي عبارة عن خدمة لتبادل الرسائل الإلكترونية، سواء كانت هاي الرسائل ملفات أو صور أو فيديو، بغض النظر أنا شو نوع هاي الرسائل، سواء ملفات أو صور أو فيديو أو رسائل نصية، أوكي؟ عن طريق إرسالها من المرسل إلى شخص أو أكثر، يعني أنا بقدر أرسلها لشخص واحد أو عدة أشخاص بنفس الوقت.
باستخدام البريد الإلكتروني.